أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الرياء يكون من الشرك الأصغر أو من الشرك الخفي؟ الرياء ينقسم إلى قسمين: الرياء المنافقين الذين لا يريدون الثواب وإنما يريدون إرضاء الناس أو مباهاة الناس، وهذا محبط للعمل، محبط للعمل، لأنه لم ينوي وجه الله بالعمل الصالح، إنما أراد به مدحا أو أراد به مالا أو أراد به جاها عند الناس. الأمر خطير، على الإنسان يحاسب نفسه، حاسب نفسه في قصدها ونيتها. لا بد للإنسان من أمرين: أولا الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا الإخلاص لله عز وجل، فيكون عمله موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخالصا لوجه الله. بهذين الشرطين يقبل العمل. نعم.